لا أنا الحين بصلاة وسلام على خير خلق الله، أما بعد السلام عليكم أخواني الكرام، معكم كنت معنا زهران بس جديد من نقود الرجل، هو عن كيفية تحميل خطوط رائعة عن جواب الشيء اكتشاف الأخ حسن حكر، هو تعليمات الأسباب يريد أن أفيد العالم. إن شاء الله تتفاجئون. راح أرفع رابط الخطوط تحريرتي، نفتح الرابط، هذا خطوط تحريرية، أنا راح أنقي خط. نضغط هذا الزر تحميل، خلص تحميل، وجواب الملف مكتوب كيف مكتوب و خلص تحميل، خلص تحميل، نضغط الصحيح، نضغط كذا، نضغط التسجيل. الآن شوف الخط أهو، نحط الجواب. أنا راح أعلمكم يعني كفاية عن هذا، يعني عن هذا الشخص. هنا الجواب للضرورة للتحليل، طلع أكلمة خطوط، هنا التحليل المكتوب هنا، حطون أي خط، تحطون تحميل، تحملوه بطريقة يعني نفس الطريقة كده، تحميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.